الكيكة عظيمة جدا وجميلة جدا، هنستخدم فيها كيك شيف وهتطلع لنا نتائج مضمونة. والكيكة دي فيها ميزة لطيفة جدا، ان احنا هنتعلم فيها صوص كراميل جديد غير المعتاد اللي انا بعمله. من الاخر صوص كراميل ملوش حل فعلا، في مكون واحد بس جديد ولكن هيفرق فرق رهيب يا جماعة في النتيجة النهائية. يلا نشوف الكيكة هنعملها ازاي. مقادير الكيكة: كوباية من الزبدة الطرية، ولازم تكون زبدة طرية في حرارة الغرفة، أدوس عليها إيدي تعلم. 3 كوبايات وربع دقيق، معلقة كبيرة من كيك شيف، نص معلقة صغيرة ملح، 4 بيضات ومعلقة صغيرة سائل فانيليا، وكوبايتين ونص سكر، وكوباية وربع حليب. ده كده مقادير الكيك. بالنسبة لصوص الكراميل، عندنا نص كوباية من الزبدة، ولازم الزبدة المستخدمة في الوصفة دي تكون زبدة محترمة، 1.5 كوباية من اللبن المبخر، بتلاقوه علب كده زي علب الحليب المكثف ولكن مكتوب عليها مبخر. المكثف بيقولوا مكتوب كوندنسد ميلك، والمبخر مكتوب ايفابوريتد ميلك. احنا عايزين الايفابوريتد او المبخر مش المكثف. 0.5 كوباية زبدة تاني، 1.5 كوباية لبن مبخر، بيكونوا حوالي علبتين، ومطلوب 2 كوباية سكر، 2 معلقة صغيرين من سائل الفانيليا، وممكن معلقة كمان تكفي في الوصفة دي. ويلا نعمل أول حاجة صوص الكراميل، نرفعه على النار عشان نشتغل بيه براحتنا، وبعد كده نجهز في الكيك. صوص الكراميل هنرفع، وممكن زبادي كمان. نور بتقول لي احنا مش ممكن نعمل الكيكه بكوبايه كريمه حامضه، صح، وممكن كمان بدل الكريمه الحامضه زبادي، فبراحتكم خالص في الاختيارات. الماده السايله او ماده الالبان يعني اللي تحطوها، عندكم لبن، عندكم كريمه حامضه، عندكم كريمه، عندكم قشطه، عندكم زبادي، عندكم لبن رايب، كل ده ينفع، ما فيش مشكله خالص. انا حطيت ووك على النار وهحط فيها السكر يعمل كراميل. ادي السكر وهوزعه بالشكل ده، هسيبه على نار متوسطة، وهنحط عليه على طول من الأول غير طريقة الكراميل المعتادة اللبن، يعني مش هنسيب السكر يتحول لكراميل، طريقة جديدة ومختلفة ولكن النتائج عظيمة. وهنحط عليه كمان الزبدة، وهنسيب الفانيليا جنبنا لما يبدأ يسيح والسخونية تتمكن منه، هنحط له الزبدة. تقليبة صغيرة للكلام الجميل ده، وهنسيبه على النار مع بعضه. انا بس عايزه اجيب طبق صغير احط عليه المعلقه، اهي حلو، عندي بلانش احط عليها الويسك، عشان لو انا حطيته مع الحاجات التانية، الحاجات التانية مطرحها اكل حادق فما ينفعش يتحطوا مع بعض. يلا ونجيب الزيت هنا، بنعمل الكيكه وعنا على الموضوع ده. جميل، الكيك قبل ما نبدا في الضرب، تعالوا نضيف المكونات الجافة نخلطها كويس. عندي هنا الدقيق، الدقيق هضيف له 1 معلقة كبيرة من كيك شيف، 1 معلقة كبيرة من كيك شيف، الباك هو حوالي 1 معلقة كبيرة، فاحنا هنستخدم الباكت زي ما هو. وطبعا هضيف الملح. المكونات الجافة كده تمام، نديها بس تقليبة. نوزع كيك شيف على الدقيق، نوزع الملح، نوزع كل حاجة، وتبقى أمورنا تمام. ماشي، مكوناتنا الجافة جاهزة، هنسيبها على جنب وهنبدأ نشتغل في المكونات السائلة. أنا بس محتاجة أبص بصة على الصوص بتاعي، اطمن
التقليبة، الزبدة بتسيح والكراميل بيحصل، وهتاخدوا صوص ملوش حل. انا وطيت درجة الحرارة شوية للمتوسطة عشان بس ايه ما يحصلش اي حاجة. يلا بولة كبيرة، افتكرت انا جاية هنا ليه، عمالة اقول يا ربي انا جاية الناحية دي عايزة حاجة بس مش فاكرة هي ايه. بولة كبيرة هنضيف فيها السكر والزبدة والفانيليا، وهنضرب يا اما في العجينه لو عندنا بسلاح اللي هو زي السلك، يا اما بالمضرب البيض العادي برضو نقدر نضرب. تقليبه اخيره وزي الفل كده احنا الصوص بتاعنا ماشي تمام والله ينور. يلا هبدا اضرب الزبده مع السكر. هقف ضربة بص على الصوص عشانه بيغلي، وبنسيبه يغلي لحد ما يوصل لكثافة أقل بشوية من اللي احنا محتاجينها. ليه؟ عشان لما يبرد هيتقل تاني، فيعني بنرفعه على النار أقل شوية من اللي احنا عايزينه بيظبط بقى بعد كده. بخلي درجة الحرارة هادية أو متوسطة وعيني معاه، وأرجع أضرب الكيك. ودلوقتي وأنا بضرب هبدأ أضيف البيض بيضة ورا التانية، بس هضرب شوية كمان. ماشي، هنطلع فاصل صغير جدا لحد ما أنا أكمل ضرب الزبدة دي. طب ما نضيف البيض ونطلع الفاصل. يلا بالظبط. أمورنا تمام. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنضيف نص المكونات الجافة، النص بس، وهنضربها مجرد انها تتخلط، مش ضرب كتير بقى زي ما عملنا في البيض.
هنضيف الحليب ونبدأ نضرب تاني. وخدوا بالكم ان احنا سايبين على جنب نص المكونات الجافة. بس هقلب شوية عشان ما ينطرطش. يلا النص الأخير من المكونات الجافة. شكرا جزيلا. خليط الكيكه جاهز. عايزة اوريكم الصوص المفروض يبقى عامل ازاي. بصوا يا جماعة، شايفين اللي في الحلة ده او في الوك؟ شايفين لونه؟ بصوا بقى قرنوب ده اهو، انا بس بقرب لكم اللونين من بعض. هنفضل سايبينه على النار لحد ما يوصل للون ده. المقارنة دي مهمة جدا عشان تعرفوا انتوا هتسيبوه للنار على حد لحد ايه. شوية صوص كراميل بقى، يا رهوي على حلاوته، مش طبيعي مش طبيعي مش طبيعي. قبل ما ننسى هنحط له الفانيليا وهنسيبه على النار المتوسطة أو الهادية كمان، يفضل يتكثف لحد ما يوصل للون والقوام ده. بصوا ده قوامه عامل ازاي، تعالوا كده معايا شايفين. أنا مش قادرة أقول لكم أحلى كراميل دقته في حياتي. ويعني الصراحة لنا أن نشكر نور، لأن هي اللي قعدت تبحث وطلعت لنا بالوصفة دي، ولما جربناها لقينا النتيجة عظيمة. وأنا دايما قلوقة جدا في الوصفات اللي أنا ما بكونش مصدرها، ولكن هي عمرها ما بتخذلني بصراحة. لما بتساعدني في محتوى حلقة بيطلع يعني حاجة عظيمة زي النهاردة كده. الصوص ده أنا لازم هروح أعمل له فيديو، يعني أخصص له فيديو كده. نور ده لازم يعني لازم ينتشر، لازم ينتشر من حلاوته. وبعدين مضمون، لان كل الناس عندها مشكله، السكر بيتحرق، السكر كارمل، ده سكر مني، ده تقل زياده عن اللزوم. ده طريقه ما فيش فيها مجال لاي حاجه من الاخطاء دي، فهنعملها معاكم ان شاء الله. الكيكه بتاعتي اهي، صبتها في صينيه مدهونه بالزبده. طبعا كل ما كانت الصينيه بتاعتي كويسه كل ما كانت النتيجه احسن واضمن. دخلناها فرن سخن على درجه حراره 180، وخبزناها برضو على درجه حراره 180. الرف اللي في النص حراره من تحت بس، لو عندي مروحه توزيع حراره هشغلها لحد ما تبقى بالمنظر التحفه اللي قدامكم ده. الكيكه كمان حلوه قوي، حلوه قوي كمان لو ما تعملوها بالزبادي او بالكريمه الحامضه، فظيعه. بسكينه مشرشره انا هدخل، عايزه اقسم الكيكه دي نصين. ليه؟ عشان انا عايزه احط طبقه من الكراميل الفظيع ده جوه الكيكه. الحمد لله اتقسمت معانا بكل بساطه. خلونا نجيب بس حاجه نطلع عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا الكيكه من جوه، هتعرفوا قد ايه هي كيكه كويسه وجميله ورائعه المنظر. هجيب بقى طبق التقديم اللي هقدم عليه وانقل عليه عشان اشتغل مره واحده عليه. خليكم حريصين جدا لا تتقطع منكم، ولو اتقطعت او اتكسرت عادي خالص يا جماعه، ده كيك مش هيفتن عليكم، يعني مش نهايه العالم. نلم الفتافيت. الناس اللي بتقول لي بتلمي على الارض، اهو ما بلمش على الارض والله، ببقى حاطه دايما يا منديل في ايدي بلم فيه يا اما على حاجه. نعمه ربنا ما ينفعش ندوس عليها رايح جاي كده، مش حاجه لطيفه. يلا هنعمل ايه دلوقتي يا ولاد؟ هناخد صوص الكراميل الجبار نسقي بيه
الكيك. ساعده كده انه يوصل للاطراف بسباتشولا، دي اسمها اوفست سباتشولا اللي بتستخدم لتزيين الكيك، او يعني سباتشولا وخلاص، او سكينه فرد كريمه، يعني ايا كانت التسميه مش هنختلف والله. المهم ايه؟ تكون الاداه مناسبه. طب ما عنديش انا دي، ما عنديش يا ساره الحاجات اللي عندك دي، معلقه، سكينه، كله بيشتغل ولا اي حاجه بتعطلنا. عايزه اقول لكم ان انا في البيت اصلا عندي الحاجات دي بكسل اطلعها، عشان ببقى مجمعاها في علبه كده للحاجات اللي هي بتاعه تزيين الحلويات، اقعد اقول لسه هجيب العلبه وافتح واغسل، وبعد ما اغسل ارجع، انا هشتغل بمعلقه وخلاص، بريح دماغي. وهنيجي هنا نعمل حاجه مشابهه برضو، نسقي شويه بس مش كتير زي ما عملنا في الثانيه، اقل، عشان احنا اوريدي ساقيين اللي تحت، فيعني ما نزودش في الكراميل عشان الموضوع ما يبقاش مسكر بزياده. وهنيجي كده بسم الله الرحمن الرحيم نقفل بس، الحمد لله تم بنجاح. وهنعمل ايه بقى؟ حالا هختم المكسرات بتاعتي، ما جاتش المكسرات في الفرن، ايه يطلعوها يجرشوها مش مشكله، هغطي الوش كله بصوص الكراميل ده واسيبه ينزل يغطي الجناب تماما، عنديش اي مشكلة انه يبقى زيادة. هو هيوزع نفسه بنفسه وهيدلعني خالص. يلا عندي شوية كمان في البولة، ما انا عايزه المكسرات والله واختم، انا خلصت على فكره، انا فعلا خلصت. يلا اخر حاجه، اخر حبه عندي، حبه هنا فاضلين في الطبق برضو هاخدهم. الجنب اللي عندك كله متغطي؟ شكرا جزيلا. بذمتكم ايه رايكم في المنظر؟ قولي. طب مكسرات يا لهوي عليا. طب وليه تاذيني نفسيا كده؟ عايزه احطها دلوقتي. حاضر. دي كانت حلقتنا النهارده، عملنا معاكم كيكه الكراميل الرهيبه اللي انتوا شايفينها دي، لو لقيتوا حته مش متغطيه هتمشوا كده الصوص هيقوم مغطيها على طول، يعني الموضوع سلس خالص ايه وبسيط. وزي ما انتوا شايفين النتائج مبهره. يبقى عملنا النهارده ايه معاكم؟ عملنا معاكم النهارده كيكه الكراميل، استخدمنا فيها كيك شيف وطلعت ناجحه جدا جدا. طريقه الكراميل دي هتبقى هي الطريقه المعتمده لصوص الكراميل في سنه اولى طبخ، خلاص انتهى. وده خلص خلاص، هشيله من على النار